بصرت في وسط موضوع قلت اسمع، قلت يمكن احن تاني ويمكن ارجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز، قالوا عايش عادي، قالوا كلامنا نرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامه، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، وأخاف أضعف يبان في عيني، يا أرض شقي وبلعيني قبل ما يبان اللي فيه. وقفت حياتي كلها في اللحظة دي، وكأني تايهة ودنيتي بتلف بيا، من ارتباكي وحزني كنت بداري وشي، قلت اعذرونا انا لازم اخد بعضي وامشي، وهي دي اني فضل